استغرقت القوات الأمنية وقتا طويلا وهي تنبه أهالي مدينة عدن إلى نيتها بتفجير كمية من الألغام، لكن الأهالي لم يتوقعوا أن يكون الانفجار الذي أحدثه قرابة 3000 لغم تم تجميعها من أحياء وشوارع ومزارع المدينة بهذه القوة. وخلال الأشهر الماضية التي تلت إخراج ميليشيا الحوثي من المدينة، عثرت الفرق الخاصة باستخراج الألغام على المئات منها ودفعت ثمنا لذلك، حيث سقط 2 من أفرادها خلال عملهم وفق تقرير تابع للأمم المتحدة. وهو ذات التقرير الذي أكد على سقوط 23 مدنيا جراء الألغام المزروعة إبان الحرب. وعلى الرغم من الأعداد المكتشفة من الألغام، إلا أن كميات أخرى ما تزال بحاجة إلى من يعثر عليها وقد يدفع حياته ثمنا لذلك. وفي ذات المدينة تعج إحدى مستشفيات عدن التابعة لأطباء بلا حدود بالعشرات ممن فقدوا أقدامهم أو أجزاء من أجسادهم جراء ألغام زرعتها الميليشيا قبيل مغادرتها، وها هم يستمعون إلى دوي انفجارات كان يمكنها أن تضيف أعدادا أخرى إليهم وأن تجعل السير حلما لمئات آخرين.